الأهداف عن طريق إن أنا بكون محمد أبو المجد وعمر بركات ومحمد جابر ميدو، وهدف المقاولين عن طريق شريف أشرف. أعتقد إن سيادة اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة قادر إن هو يوفر البدائل الكويسة للكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة، واللي قدر بقى إن هو دلوقتي يتصدر الدوري ويقدر إن هو ينافس على الدوري بعد كده. واحنا شفنا برضه ان هو الدوري اللي فات كان مقدم مستوى كويس جدا، وصل للمركز الرابع وقدر ان هو يحقق فرق كبيره زي ما قلنا برضه، وتخطى برضه فرق كبيره في الدوري المصري، وقدر ان هو يفوز على فرق كبيره. يعني واضح المقاولين فرق كبيره برضه في الدوري المصري، وده اسمها كلها تقولها من سنه 52 في الدوري المصري منتهى بقى كابتن ممدوح. بس اعتقد ان المقاولين متاثر برضه بتغيير المدرب أكثر بالسلب، أكثر ما هو يعني ماشي بشكل مش كويس في الدوري. كان مع الأول الكابتن حسن شحاتة وبداية سيئة، وبعد كده استلم الإدارة الفنية للفريق الكابتن طارق العشري وبرضه مكمل في برضه يعني مكسب ومباراة وخسر النهاردة نتيجة كبيرة 4-1. أعتقد إن اللعيب مش في المدرب، يعني الكابتن حسن شحاتة ليه اسمه كبير اعتقد قبل كده، يعني قدر ان هو رغم المقاولين قبل كده في الولايات الاولى سنه 2004 ان هو يكسب كاس مصر رغم هبوط المقاولين من الاهلي 2-1 ويكسب كاس السوبر من الزمالك 4-2 على نفس الفرق، لكن هو قدر برضه ليه بطولات كتيره مع كبيره جدا مع منتخب مصر، حقق ثلاثيه تاريخيه. لكن العيب هنا مش في الاداره الفنيه، العيب في اللعيبه اللي انت موفقها لفرقتك كاداره نادي المقاولين. أعتقدش إن هما موفقين لعيبة بالكم الكويس وبالكواليتي الكويسة إن هو يقدر يكمل في الدوري ويتصدر، زي ما إحنا اتكلمنا إن فرقة زي المقاولين وفرقة زي مصر المقاصة وكل فرقة الدوري المفروض تجيب لعيبة ليها يعني تقدر إن هي تكمل ويكون عندها بدائل كويسة عشان تقدر تكمل في الدوري. زي ما قلنا إن الدوري لصاحب النفس الأطول الفرقة الكويسة القادرة إن هي توفر بدائل إذا لاعب من عندها إصابة أو مستوائل بتوفر بديل ليه كويس يقدر ان هو يملى مكانه ويحاول يبقى فيه تنافس بين اللعيبه عشان يقدروا يكملوا في الدوري. طب احنا لو جينا قارنا برضه بين ادارتين اداره المقاصه واداره المقاولين هنلاقي ان الادارتين ادارات مستقره موفرين كل حاجه للنادي وكل المدير الفني بيطلبه وبيجهزوه، بس هو الفرق هنا بين اللعيبه يعني نوعيه اللعيبه. اللعيبه برضو لعيبه خبره، بالنسبه للمقاولين بيعتمد اكتر على مدرسه الشباب، يعني بيعتمد على الناشئين، بيبقى في كذا عنصر كده يعني بيبقى خبره مع وسط اللعيبه الشباب. والدكه برضو لو جينا نقارن بين دكه المقاولين ودكه المقاصه هنلاقي ان دكه المقاصه يعني عندها البدائل دكه المقاصه مستوى قريب بين اللعيبه اللي جوه الملعب واللعيبه اللي بره الملعب بنشوف يعني على عكس المقاولين. يعني اكيد 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 مصر المقاصه شفنا ان هي جابت انتدابات كويس زي ان انا بوكو مهاجم فرقه الشرطه كان مقدم مستوى كويس جدا جدا السنه اللي فاتت، وكان قادر ان هو يعني يتنافس على لقب هداف الدوري. وبرضه عندهم الجناح المتميز جدا عمر بركات ناشئ الزمالك قبل كده ولعب كويس جدا، وقدروا ان هم يعوضوا غياب احمد الشيخ المنتقل للاهلي بمحمد جابر ميدو من الالومنيوم لاعب كويس، وقادرين ان هم دلوقتي يصدروا الدوري. موسم مباراة تانية بهدف أوباما في الدقيقة 93 من أسيست محمد عبد المجيد واثنين لاعبين الزمالك السابقين. الاتحاد بيقتنص ثلاث نقاط مهمة من طلائع الجيش. الاتحاد ماشي كويس في الدوري على حد ما، سمعتك كويس في المركز الثالث، مقدم يعني بواسطة 19 نقطة، مقدم مستوى كويس طبعا، جايب انتدابات كويسه زي محمد عبد المجيد لاعب رائع جدا، وانا توقعنا له قبل كده وكابتن مراد ان هو ليه مستقبل كبير. وطبعا اوباما لاعب كويس جدا وشفناه طلع مع مصطفى فتحي يعني بيلعب مهاجم مشابه سترايكر وبيلعب وينج برضه،
ولعب زي ده بيكون محور أداء لأي فريق يلعب فيه. طبعا هو فوز صعب وغالي جدا لنادي الاتحاد، وقدر إن هو يعني يقتنص 3 نقاط عليه. وطبعا نادي طلائع الجيش من المركز ال 12 ب6 نقاط، أعتقد إن هو برضه كان طالع السنة اللي فاتت طلعة كويسة أول دوري، وكان معروف السيد كان هداف الدوري ودخل كان مدخل 3 في 3 ماتشات 9 أهداف. طبعا أعتقد إن صعب إن هو يتحقق بعد كده في الدوري المصري 3 ماتشات. كان حديث الجرايد والمواقع المصرية في الأيام دي ان في ان هو بعد ما مشى من الزمالك ما حققش اي حاجه مع الزمالك، قدر ان هو يحقق الريكوردات دي والارقام دي. اعتقد بعد يعني المفروض طلع الجيش لازم يعيد ترتيب اوراقه من جديد، لانه نادي المفروض مستقر، نادي تبع الهيئه العسكريه، بيكون الانديه دي مستقره ماديا وفنيا. انا كنت المفروض انت برضه انت شايف الاتحاد دلوقتي بقى افضل، لان هو غير برضه المدرب مالدينوف والمدرب باولو سوزا المدرب الجديد، يعني شايف ان هو حاليا بقى افضل. دول الاتحاد يعني ما تستنى طبعا في ظل طبعا المستوى برضه اللي عائد، اعتقد ان هو مهم جدا. عندنا خبر في برضه حاجه ظريفه كده عجيبه خفيفه من روائع الدوري المصري، دوري الأعظم في العالم، دوري اللي فيه مواقف وطرائف، دوري هنقول ايه بس، حكام مباراة طلاع الجيش يرفضوا إدارة المباراة قبل دخل المستحقات كاملة، قبل الماتش ما بيبدأ بربع ساعة، الحكام احنا مش نازلين، احنا عايزين فلوس. عايزين فلوس. عايز فلوس. والله ده يعني حاجة فريدة من نوعها لم تحتصل، طبعا عندنا حتى دوات الفترة اتطورت ان هي تبقى اعلى من كده. احنا ما بحصلش في دورة رضا جواب على حاجة زي دي، فاحنا المفروض يعني نبقى دورة محترفين السنة الجاية. الاتحاد فين؟ اتحاد كورة فين؟ طب دوري المحترفين السنة الجاية دلوقتي الحكام بتطالب بحقوقها قبل الشباب بتاع، طب ارفض قول انا مش هدور المباراة، يبقى في حكم تاني او اتحاد الكورة يوفر المستحقات، ما تجيش قبل الماتش وتقول لي انا مش نازل الماتش. انت مش متخيل يعني ايه دوري محترفين لو بطريقة معاملة الحكام دي؟ ما يصحش كده. ما يصحش كده. يعني هو مش فاهم، هو مش عارف. المشكلة ان الدوري المحترفين في قانون الحكم يعني اقل راتب ممكن ياخده $1500 في الماتش. انت متخيل ان حاجه زي دي ممكن تحصل هنا في مصر؟ يعني 2000 مدربين في الدوري اصلا ما تاخدش المبلغ ده. هو بيبقى وظيفه ده يعني. استثنائيه دي وما بيعتمدش عليها، لان هو عارف ان هو مهما حصل على مش هيقدر يعيش. لكن برضه الاتحاد المصري لكره القدم كابتن مراد، انت شايف اكيد عليه المسؤوليه الاكبر في حاجه زي دي. اكيد هو برضه حسين رئيس لجنه المنتخبات هتبقى بين الشتين معاه. لا طبعا حاجة عجيبة جدا، هو يعني الدوري في مصر ممكن يكون كويس جدا، خصوصا ان في لعيبة كويسة جدا في الدوري. الفرق بدأت مستوى تطور لدرجة انها بتنافس الاهلي والزمالك. شفنا مؤخرا
المدارس التونسية والمدارس المغربية. تمام. تجربة كويسة. تجربة كويسة ليه؟ تجربة كويسة ليه؟ لأن إحنا زمان كنا أقوى منهم، فكان هما اللي بيحترفوا عندنا، لكن اللاعب لما يروح يثقل نفسه في فرقة أعتقد إن هي مشابهة للفرقة اللي عندنا، فده ده من العرار على اتحاد الكورة دلوقتي إن حاجة زي دي تحصل، لأن بيقل من مستوى الدوري بتاع الفرقة بتاعته. فبرضه مشكلة في التسويق. يعني احنا دلوقتي لسه برضه بنتكلم في، لا احنا القناة دي واخدها حصري، القناة دي هي الأجزاء، والمشاكل برضه في التصوير والإخراج، وما فيش يعني انت في ماتشات ساعات الشوط التاني اتذاعت بكاميرا موبايل وكاميرا واحدة في قلب الملعب، يعني حتى مش عارفين يكملوا ماتش كامل. بنشوف يعني، لكن تتخيل يا كابتن محمد ان احنا لسه بنذيع بقنوات كاس امم افريقيا 2006 والعالم كله بتطور. تونس جابت قنوات بوحشنا طبعا، بعيدا عن دوريات الخليج، دوريات طبعا اجنبيه وبيقدروا يجيبوا حاجات زي دي، بس احنا كمصر ممكن نعمل حاجه زي ديت ونقدر ان احنا نجيب في تسويق. يعني انت لو اشتريت قنوات البروفيشنال الجديده اللي هي بتذاع بقى الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، مش تكلفة عالية بالدرجة اللي انت ممكن تزود تسويقك وتزود عروضك اللي بتيجي للأندية وبتيجي للمنتخبات. هي بس فكرة بس يبقى في يعني في كوادر بس تعرف تسوق الدوري، تعرف تجمله. احنا بنتسوق لبن طمر هندي هنا في مصر. نروح بعد كده الخبر عن النادي الأهلي. بصوا حسام غالي، حسام غالي كان متقدم له كذا عرض من فرق السعودية، حسام غالي قال أشكر الجميع ولكني سأعتزل بطولات النادي الأهلي. هو طبعا حسام غالي بعد طبعا المستوى والمكانة الكبيرة اللي وصل لها دلوقتي في النادي الأهلي، كابتن النادي الأهلي، هو في النادي الأهلي إن هو قادر إن هو يحرك اللعيبة، يعني طلع كمدرب جوه الملعب. ما أعتقدش إن هو ممكن يسيب النادي الأهلي في الفترة الحالية، خصوصا ان هو في سن 35، سن يعني ما يسمحلوش بالاحتراف. اعتقد ان هو خد تجربه احترافيه مواضيع جدا بالنسبه له، توتنهام هوتسبير واحتراف في الدوري الهولندي. اعتقد طبعا كان ممكن يكون من احسن اللعيبه في العالم لو مشكلته مع مارتن ليون مع عمل قميص وشه، وبعد كده يعني هو ممكن ان هو يعني يقدر يحقق انجازات مع الاهلي. برضو اتفضل. عندنا الزمالك يرفض مد عرض شيكابالا للاسماعيلي لموسم اخر. والله يعني شيكابالا على مستوى جيد جدا، اعتقد انه احسن لاعب في الدوري المصري في الفتره دي. طبعا مع ميدو قادر ان هو يقدم مستوى كويس جدا، واعتقد ان الزمالك مش هيتفاوض فيه، خصوصا لو مستر باكيتا تمسك بيه. طبعا النادي الاسماعيلي اكيد مش عايز يخسر نجم زي شيكابالا، خصوصا ان هو لسه بيشوف الفرقه، وخصوصا برضه تحسبا ان احمد حمود يرحم، خصوصا ان هو عقده عقده واحده لمده سنه. نروح لأفضل لاعب في أفريقيا، ده في القارة السمراء، هيبقى بين ثلاث لعيب. تمام. يا توري، نجم وسط مانشستر سيتي، بيفر أوباميانج. تمام. مهاجم الجابوني، مهاجم بروسيا دورتموند، أندري أيو، مهاجم غانا، مهاجم مارسيليا. وعموما انا شايف ان هي خطوات يعني شبه بعض، في شبهات حواليها. اعتقد ان هي توري اي نعم لاعب اسطوره من اساطير افريقيا هيتحط في منزله دوري بوابته، لكن السنه دي مش مقدم حاجه، يعني ان هو نقدر نقول ان هو من احسن ثلاث لعيبه افارقه. اعتقد ان هو كان فيه، هو طبعا اندريا ايو ما اعتقدش ان هو مقدم حاجه كويسه في الدوري الانجليزي،
كان مستوى كويس مع مارسيليا في الدوري الفرنسي اللي كان مستوى كويس وما كانش منضم لاحسن ثلاث لعيبه على واحد دوري الانجليزي انضم لاحسن ثلاث لعيبه رغم ان في لاعب زي رياض محرز ده احسن لاعب كنت مواضع في الدوري الانجليزي مع جيم فاردي بس هو مدخل 10 اهداف عامل اسيستات تقريبا 6 او 7 لمهاجمين نادي ليستر. ليستر دلوقتي وصيف الدوري مفاجئ للدوري طبعا ان متقدم على فرق كبيره زي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي وتشيلسي. هو المفروض حتى يعني هو فرق بعد ثلث ساعه من دلوقتي 10 مع تشيلسي لو كسب المباراة دي هيبقى في المركز الأول ب 35 والله أعتقد إن يعني عايز حياته أصلا تحدد خطوط الملعب خلاص أصلا على الدوري الإنجليزي طالما مش عارف إن في لو في برضه لاعب تاني تيم بهريني الغزال الأسمراني لعب باطو وصول الدوري البرتغالي السنة اللي فاتت مقدم مستويات رائعة جدا صحته إن هو يروح تشيلسي الإنجليزي تيم بهريني صنع ألعاب باطو وطبعا زي يعني مثل العرب زي ما بنقول لاعب مهاري جدا واللمسه الجماليه عنده قويه جدا برضه يعني لكن هو اللي يستحق ان هو يوصل لاوباميانج دخل 18 هدف في الدوري الالماني السنه دي وقدم مستوى كويس جدا مع بورسيا دورتموند في السنه اللي فاتت والسنه دي برضه هذا ان هو يوصل المركز الثاني السنه دي باهدافه الرياضيه اول اهداف هذا هو هداف في الدوري الالماني. نروح لفاصل ونرجع. Every finger is up that bed. We'll shine on.
infinity. You know the rule comes back. We go boogie, doogie, doogie, jiggy, wiggle, and dance. El Corfa, مع مامادو. السبت والاثنين من كل اسبوع. من التاسعة العاشرة مساء على راديو الشباب مصر. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، ونتكلم دلوقتي عن القرعة الدور 16 في دوري أبطال أوروبا. عندنا القرعة ذات قمة اليوم، بايرن ميونخ مع يوفنتوس، ريال مدريد وروما الإيطالي، برشلونة والأرسنال، تشيلسي وباريس سان جيرمان، بنفيكا وزينت سان بطرسبورغ، أتلتيكو مدريد مع بيز دروفن، جنت البلجيكي مع فولفسبورغ الألماني، مانشستر سيتي مع دينامو كييف الأوكراني. وسهل أنت القرعة كده إزاي؟ والله هو فيها ماتشات صعبة جدا جدا يعني، وفيها ماتشات متكررة يعني كل موسم. تشيلسي بيلعب مع باريس سان جيرمان، شفنا السنة اللي فاتت باريس سان جيرمان قدر ان هو يتعادل 1-1 على ارضه و 2-2 مع على في ملعب تشيلسي، وقدر ان هو يخطف بطاقة الصعود عن طريق ديفيد لويس لاعب تشيلسي السابق. طبعا في ماتش يعني زي ما بيقولوا برشلونه ارسنال، طبعا هيكون ماتش ممتع جدا، لكن اعتقد ان ارسنال دونجا يعني بيقولوا واي اورز مي اسمان الفرنسي كل شويه ما بيروح دوري الابطال بيقابل برشلونه. طبعا يعني المعلومه كده ارسنال من 2012 مع دونجا طبعا ارسنال هو برشلونه لكن هو الدوري الانجليزي كقيمة، الدوري الانجليزي طبعا هو مصنف رقم واحد، او هو حتى تراجع بقى المركز الثالث، لان التنافس بين الفرق الانجليزية في الدوري الانجليزي الماتشات ممتعة واكثر من الماتش بيبقى قوي، بس لما بنيجي بنقارنها بالدوري الاسباني اللي هو مصنف رقم واحد، او بالبوندسليجا الدوري الالماني مصنف رقم اثنين، التنافس اكثر في الدوري نفسه. انما لما بتلاقي الفرق الانجليزيه بتقابل مثلا فرق اسبانيه او فرقه من المانيا، بتلاقي طبعا بتكون اضعف من الفرق الثانيه، وبرضه يعني في تاخر لفرق قويه جدا في الدوري الانجليزي زي مانشستر يونايتد زي ليفربول. تشيلسي المفروض تشيلسي في المركز ال 16 يعني تشيلسي من 15 ماتش واخد 15 نقطة في المركز ال 16. ربنا يكون في عون مشجعين تشيلسي و 30 نقطة. وطبعا الدوري الانجليزي ما تقدرش تنبأ بفرقة ان هي ممكن تاخده او فرقة ان هي تكون هي فعلا مستفادة عليه. شفنا طبعا ليستر سيتي مفاجئ السنة دي، وطبعا السنة اللي فاتت تشيلسي هذا ان هو يكسبه دلوقتي في المركز 16، لكن زي الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونه وبعدهم بيجي اتلتيكو مدريد، هم دايما متنافسين على الدوري. بس برضه لازم يعني الاتحاد الانجليزي يشوف حد للتراجع ده، خصوصا في يعني مانشستر يونايتد ما كانش قادر ان هو يصعد، حاجه صعبه جدا. طبعا تشيلسي قدر ان هو يصعد بعد ما كسب بطوله 2-0، برضه مستوى سيء، وتلاعب في فرقه صعبه جدا زي باريس سان جيرمان. بس غريب برضه يعني لو جينا نبص على مستوى تشيلسي في الدوري الانجليزي ومستوى تشيلسي في دوري الابطال، هتلاقيهم
علاقة عكسية يعني. العوامل النفسية دايما خصوصا يعني تشيلسي بنفس اللعيبة تقريبا ما مرضاش حد. لكن يعتبر ده الامل الوحيد عند تشيلسي دلوقتي ان هو يفوز بالبطوله هي دوري الابطال. هي صعبه بس برضه يعني احنا بنشوف من الفرق اللي هي بتبقى بعيده عن المنافسه بتقدر ان هي تفوق في الاخر وتكمل. لكن بابا يعني واضح من مستواهم السنه دي وخصوصا مستوى الدفاع والحارس ان هم صعب بالنسبه لهم المنافسه على البطوله السنه دي. في برضه ماتش قوي زي بايرن ميونخ واليوفنتوس. اعتقد ان يعني ليفرد لاعب اليوفنتوس السابق كان موجود في القرعه واول ما اتصدم جدا اول ما بايرن ميونخ في وشه كان يعني متوقع ممكن فرقه اسهل اي فرقه ثانيه غير بايرن ميونخ وبرشلونه كان ممكن تكون كويسه بالنسبه لليوفنتوس. خصوصا ان هو يعني هو وهما ممثلين الدوري الايطالي ما بين بايرن ميونخ وريال مدريد فبرضه دي يعني مثابة نحس للدوري الايطالي. عندنا برضه ماتش اعتقد كان من مانشستر سيتي مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد وفولفسبورج اعتقد ان هو ماتش مع جنت البلجيكي اعتقد ان هو ماتش سهل برضه. زينت سان بيترسبورغ مع بنفيكا اعتقد ان هو يعني ماتش قوي بالنسبه لدوري الابطال. ريال مدريد وروما والله هو برضه يعني روما حظها وحش وقعد في المجموعه مع برشلونه وفاز بشق الانف ثاني وبعد كده بتقابل ريال مدريد المركز الثالث الدوري الاسباني والمركز الثالث او الرابع الدوري الايطالي. هم دلوقتي في المركز الخامس يوفنتوس صعد المركز الرابع في الدوري الايطالي. لكن ريال مدريد برضه بيمر بفترة سيئة ما استبعدش خالص ان ممكن هما يفوز عليه لو هو في احسن حالاته يعني. بس برضه لو جينا نقارن بمستوى ريال مدريد في الدوري الاسباني غير مستوى ريال مدريد في الدوري الايطالي يعني يعتبر ريال مدريد وبرشلونه الناديين الوحيدين اللي ما خسروش في دوري الابطال يعني. ريال مدريد في دوري الابطال توب ليفل غير الدوري الاسباني. بس برضه ما تقدرش تنكر ان هو مع رافا بينيتز يعني يعني غير عيال كسبتهم. حسبي الله ونعم الوكيل. ده كل مشجعين ريال مدريد. والله هو طبعا يعني ما استوعبش اي حاجه غير عيال قطعت ريال مدريد زي ما نحلل بعد كده كمان شويه. برضه في تخبط جامد بالفرق بينه وبين برشلونه 5 نقط رغم ان برشلونه خسر وتعادل لكن الفرق ما اعتقدش ان هو زاد حاجه عن زاد نقطه. برضه اتلتيكو مدريد بقى في المركز الثاني متصارع مع برشلونه. ريال مدريد مش يعني في تعليق النهارده وانا ماشي غزل مدريد مش ريال مدريد اللي كان بيلعب. نروح لقرعة اليوروبا ليج وهيبقى فيها الفرق اللي هي خرجت من دوري الأبطال بتنضم اليوروبا ليج وعندنا جالاتا سراي مع لاتسيو سيون هيقابل براغا شالفا للمال هيلعب شختار دونستك أتلتيك بلباو مع مارسيليا وإشبيليا مع مولدن من دوبي سبورتنج لشبونه مع باير ليفركوزن نابولي وفيا ريال وسانتي تيام مع بازل السويسري رابيد وين مع فالنسيا توتنهام مع فيورنتينا بروسيا دورتموند وبورتو فنار باكشا تركي مع لوكوموتيف موسكو الروسي اندرلاخت البلجيكي مع اولمبياكوس اليوناني مانشستر يونايتد مع ميتسلاند ليفربول مع اوكسبورغ سبارتا براغ مع كراسنودار. والله طبعا اليوروبا ليج تعتبر البطوله الثانيه ويعني تيجي بعد دوري الابطال بمراحل. اعتقد ان في فيها ماتشات قويه لحد ما طبعا دوري الابطال مع لاتسيو واتلتيكو بالباو مع مارسيليا وسبورتنج لشبونه مع ليفركوزن ونابولي مع فيا ريال توتنهام مع فيورنتينا وبايرن دورتموند مع باتو. واعتقد ان هي في يعني مواجهات الفرق الانجليزيه فيها سهله مانشستر يونايتد مع ريتشلاند وليفربول مع اوكسفورد. اعتقد برضه ان فيها فرق قويه بس يعني البطوله قويه يعني
دايما يعني بس دايما البطولة دي بطولة المفاجآت، يعني في فرق مش قوية خالص بتقدر ان هي توصل لأدوار متقدمة جدا فيها البطولة. لكن اعتقد ان يعني السنة دي فيها مانشستر يونايتد رغم ان هو يعني مش مقدم مستوى كويس، لكن برضه بالشكر مانشستر يونايتد بطل اوروبا في زمان والنادي الثاني في التاريخ بعد ريال مدريد، اعتقد ان هو ممكن تكون قويه. وليفربول برضه صاحب البطولات الاوروبيه كتير، اعتقد ان هي يعني ممكن تبقى بطوله قويه. عندنا برضه تصنيف شهر الانديه في اوروبا، في المركز الاول جه ريال مدريد، المركز الثاني بايرن ميونخ الالماني، المركز الثالث برشلونه الاسباني، المركز الرابع تشيلسي، المركز الخامس اتلتيكو مدريد. سيطره برضه للفرق الاسبانيه، بس برضه يعني انا شايف ان هي منقوصه جدا. ريال مدريد مقدم مستويات سيئه، برضه تشيلسي مقدم مستويات سيئه جدا جدا في الدوري الانجليزي. اعتقد يعني بالترتيب الطبيعي يكون بايرن ميونخ الاول مع برشلونه، يعني ممكن يكون فرق منهم الاولى والثانيه. ما اقصدش ان تشيلسي لازم يكون موجود في التصنيف ده، لكن ممكن هو تصنيف بيتضاف نقط على حسب شهور ريال مدريد. وصل السنه اللي فاتت للمربع الذهبي في دوري الابطال وكان تاني البطوله الاسبانيه، كذلك تشيلسي كان فايز بالبريمير ليج. اعتقد ان يعني هي مش للشهر ذات نفسه، يعني هي ممكن سنويا بيتضاف سنويا بيتضاف نقط على السنه الجديده. تمام. عندنا برضه التصفيات، عفوا التصنيف في الدوريات الاوروبيه. التصنيف طبعا كل سنه بيتغير. السنه دي المركز الاول الليجا الاسبانيه، طبعا بسبب مستوى الفرق الاسبانيه، اتلتيكو مدريد وبرشلونه طبعا وريال مدريد. حتى في الاوروبا ليج بنشوف اشبيليا ريال واتلتيك بلباو، دول هي الفرق الاسبانيه معروفه في دي بطوله الفرق الاسبانيه. يعني اشبيليا طبعا بتبقى المرشح الاول في الاوروبا ليج. هو يعني طبعا الدوري الاسباني الدوري الاقوى من حيث الفرق في العالم، معروف ان هو يعني في فرقتين بحجم ريال مدريد وبرشلونه، فرقتين اقوياء جدا. يعني ريال مدريد ما بيتقارن، وطبعا اخر ثلاث موسم برضه دخل معاهم في المنافسه اتلتيكو مدريد اللي مقدم مباراه قويه في دوري الابطال. طبعا او في الدوري ديجو سيميوني عامل من الصعوبات زي ما قلنا قبل كده، قادر ان هو يكون فرقه متكامله نوعا ما ان هي تقدر تكون في مصاف الانديه الاسبانيه. طبعا بايرن ميونخ مستوى معروف. بنيجي المركز الثاني البوندس ليجا، الدوري الالماني بيجي في المركز الثاني بعد الدوري الاسباني، بيتقدم عن البريمير ليج. البريمير ليج المركز الثالث. البريمير ليج طبعا متاخر قوي رغم ان هو الدوري الاكثر متابعه في العالم والامتع في العالم والاقوى في العالم، لكن المنافسه بين الفرق في الدوري ما تقدرش. دلوقتي كان ارسنال مشروب المركز الرابع، دلوقتي اول الدوري. تشيلسي اللي مسيطر اخر فتره المركز 13 في الدوري، وليه ماتش صعب ليه ماتش دلوقتي صعب مع ليستر سيتي. اعتقد ان البريمير ليج بتاخر بسبب عدم منافسه الفرق الانجليزيه على دوري الابطال اول يوم ليج. بيجي في المركز الرابع الكالتشيو الدوري الايطالي، وكانش طبعا معروف بقوة الفرق اللي فيه. الكاش طبعا معروف ان هو نفس الستايل في كل الفرق، نفس الـ يعني القوة بتاعت اللعيبة. الدوري الايطالي السنة دي ممتع جدا، يجبر ان اي حد يتابعه، خصوصا يعني التنافس الشديد جدا بين خمس ست فرق على صدر الدوري، ولعبة الكراسة الموسيقية اللي موجودة دلوقتي. بنشوف انتر ميلان مقدم مستويات كويسة، ومن بعده فيورنتينا وروما ونابولي، وطبعا وصل لهم اليوفنتوس متأخر شوية، لكن هو
قدر ان هو يوصل للمربع الاولاني في الدوري. اعتقد برضه ان هو في خلال الموسم اللي جاي هيتقدم اكتر في السنه اللي فاتت. اليوفي وصل لنهائي بتقدمه على ريال مدريد في نص النهائي، قدر ان هو يقدم مستوى كويس. عشان كده نشوف الكاتشو ممكن بيجي في المركز الخامس الليج. الدوري الفرنسي، الدوري الفرنسي طبعا برضه بسبب باريس سان جيرمان ومارسيليا. باريس سان جيرمان شايفين ان هو قادر يكون في مصاف، يعني مش ممكن فرق زي برشلونه وريال مدريد وبايرن، لكن هي فرق جيده جدا بس بتقدر توصل لمستويات كبيره قوي في الدوري. عندنا خبر سريع كده، ريال مدريد يامل في الحصول على ايدن هازارد. طبعا هو ريال مدريد معروف ان هو بينقي نجم الدوري الانجليزي ويجيبه. ما اعتقدش ان هو ريال محتاج ونجات، لكن ممكن تحصلا لرونالدو. ما اعتقدش برضه ان هو ممكن يرحل، لكن هو بيعمل يعني تدعيمات، لكن هو برضه ما اعتقدش ان هو محتاج يدعم مركز صناعه اللعبه شويه. باريس سان جيرمان ايضا في من الانديه اللي عايزه ايدن هازارد. هو ده سؤال عن علاقه الانتدابات ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ممكن يقدروا لو في النوع اللاعب يدفعوا اي مبلغ مقابل الحصول عليه، بحيث ان هو يبقى عايز بقى ان هي تسيب اللاعب بتاعها مهما كان قيمته. نروح لمباريات الامس ونشوف ابرز النتائج. عندنا كاس العالم للانديه، جوانزو الصيني بيفوز على كلوب امريكا المكسيكي 2-1 في الدور الثاني، ومازيمبي كونغولي بيخسر بثلاثيه نظيفه امام هيروشيما الياباني. والله هو نشوف الاثنين الاول، مازيمبي كونغولي ممثل افريقيا في البطوله، وطبعا كنا نتمنى ان هو يوصل لحاجه عاليه زي ما وصل قبل كده، لكن هو خسر 3-0 قدام هيروشيما الياباني. طبعا بطل اليابان والمشارك بصفته ممثل الدوله المقدمه، وطبعا جواندو الصيني معروف شفناه قبل كده فرقه قويه جدا، كان بيدربها مارشال ليجري، وقدرت ان هي تكسب 2-1 لفرقه كلوب امريكا اللي هي خبره في كاس العالم للانديه دايما بتمثل امريكا الشماليه. نروح لنتائج الدوري الانجليزي، واستون فيلا بيخسر على ارضه من ارسنال بثنائيه نظيفه. ارسنال قدم يعني مستوى كويس، اوزيل كان يعني مبدع في الماتش ده. اول هدف كان في الدقيقه 8 عن طريق تشيرو، وضربه جزاء حطها بقى جدا، يعني مش في عهد تشيرو ان هو يجيب الجوان زي دي. وطبعا في الدقيقه 38 ارون رامسي هدف الثاني عن طريق وبيهدف اسيست اوزيل اللي مقدم مستوى قوي جدا في البطوله. وزيل برضو قريب من كاس الرقم الكويس بتاع ريال مدريد، بالعدد الاسيستات معاه 11 اسيست، واحنا لسه ما وصلناش لنص الدوري. المباراه الثانيه ليفربول بيتعادل 2-2 مع ويست بروم تشامبيون على ملعب الانفيلد. طبعا في الاول ليفربول بدا ان هو يعني النتائج بتاعته تقل، في الاول دخل في الهدف في هدف في الدقيقه 21 عن طريق هندرسون، وبعد كده قدر الويست برومتش داوسون و اوليسون ان هو يدخل جولين في الدقيقه 30 و73، وبعد كده قدر ان هو يعدل النتيجه ليفربول لفوق اوريجي في الدقيقه 90. اعتقد ان هو يعني نتيجه مخيبه للامام لحد ما. طبعا وفي الماتش الثالث معانا فاز نيوكاسل على توتنهام هوتسبير اللي كان بيلعب على ارضه. طبعا توتنهام هوتسبير فتح التسجيل في الدقيقه 39 عن طريق ارنست داير، وبعد كده قدر نيوكاسل ان هو يعدي النتيجه ويفوز في الدقيقه 74 والدقيقه 90 عن طريق الكسندر وباريس في الدقيقه 90، ويخطف فوز غالي جدا على توتنهام في عقر ضربه. كان بعيدا عن توقعات المطرش بيفوز على توتنهام على ارضه. طبعا هو الدوري الانجليزي معروف دايما عن المفاجآت، لكن هو توتنهام بيمر فتره مش كويسه ومش قادر ان هو يحصل على مركز المقدم. نروح لترتيب البريمير ليج سريعا كده، في المركز الاول مؤقتا الارسنال ب 33 نقطه، مانشستر سيتي في المركز الثاني
برصيد 32 نقطة. ليستر سيتي اللي عنده مباراة دلوقتي مع تشيلسي في المركز الثالث ب 32 نقطة، ولو فاز على تشيلسي هيصعد للمركز الأول برصيد 35 نقطة. مانشستر يونايتد في المركز الرابع ب 29 نقطة. توتنهام هوتسبير المركز الخامس ب 26 نقطة. عندنا الهدافين، قائمة الهدافين بتصدرها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ب 14 هدف، روميلو لوكاكو مهاجم ايفرتون ب 12 هدف، اودين ايجالو مهاجم ويتفورد ب 10 اهداف في المركز الثالث، رياض محرز في المركز الرابع ب 10 نقط، اوليفر جيرو ب 10 اهداف عفوا، اوليفر جيرو 9 اهداف في المركز الخامس، برضه جيرو مهاجم الأرسنال. نروح للدوري الأسباني وأبرز النتائج. كانت المفاجأة طبعا فياريال على ملعبه بيفوز 1-0 على ريال مدريد. طبعا هي مفاجأة كبيرة، لكن مش مفاجأة مع المدرب ريال مدريد. طبعا ابتدى ريال مدريد ببساطة في حارس مرمى تيرو نافاس، باك يمين دانييلو، واثنين دفاعيين بيبي وراموس، وطبعا الباك الشمال مارسيلو، ومحور وسط مدافع كازيميرو، قدامه مودريتش وخيمه ريجز، وطبعا ونجات رونالدو بيل، وتحت فوق مهاجم واحد بنزيما. سجل هدف طبعا سولدادو في الدقيقه 9، وقدر ان هو الريال مش بس يحافظ على الهدف، لكن هدد الريال في اول الشوط في الشوط الاول، وكان ممكن يزيد الاهداف له اللمسه الاخيره لدي سانتوس. كان ممكن النتيجه كابتن مبادو تزيد ل 4-5. اعتقد ان نفاس تفضل اكثر من هجمه، وبرضه دي سانتوس الاصمعاني قدر ان هو يهدد ريال له اللمسه الاخيره بالنسبه له، كان ممكن يزيد عدد الاهداف عن كده. طبعا نتيجه مصيبه جدا لمشجعي ريال مدريد، واعتقد ان المفروض اداره ريال مدريد تتحرك، خصوصا ان الفرق دلوقتي في المركز الثالث برصيد 30 نقطه. نروح للمباراة الثانية، أتلتيكو مدريد على ملعب التكتيكي كالدرون بيفوز بالثنائية هدفين مقابل هدف على أتلتيكو بالباو. طبعا في أول ماتش قدر إن أتلتيكو بالباو يتقدم عن طريق لافارد، بعد كده أتلتيكو مدريد قدر يعدي النتيجة في الدقيقة 45 والدقيقة 67 عن طريق نيجويز وأنطوان جريزمان. اعتقد ان اتلتيكو مدريد دلوقتي في المركز الثاني بفارق الاهداف عن برشلونه، مقدم مستوى كويس وقادر ان هو ينافس برشلونه على صدارة الدوري الاسباني. عندنا الترتيب للدوري الاسباني سريعا، برشلونه في المركز الاول برصيد 35 نقطه، اتلتيكو مدريد بنفس عدد النقاط 35 نقطه بفارق الاهداف، ريال مدريد في المركز الثالث ب 30 نقطه، سيلتا فيجو في المركز الرابع ب 28 نقطه، فياريال في المركز الخامس ب 27 نقطة. نروح للهدافين، وفي الصدارة برازيل نيمار لاعب برشلونة ب 14 هدف، المركز الثاني سواريز مهاجم برشلونة 13 هدف، المركز الثالث لاعب ريال سوسيداد ايمانويل اجريتش ب 12 هدف، لوكاس بيريز ب 11 هدف لاعب ديبورتيفو لاكرونيا، المركز الخامس زوبيلدا لاعب اتلتيك بلباو بنفس الاهداف 10 اهداف مع كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد. كابتن رونالدو هو يعني مش ملاحظ تاثر ميسي ورونالدو في ترتيب الهدافين، اعتقد ان فوق رونالدو خمسه وميسي مدشر خمس اهداف وهم اصابته برضه، لكن الترتيب الهدفين نيمار الاول برصيد 14 هدف، اعتقد انه احسن لاعب في العالم في الفتره الحاليه، مع سواريز اللي مدخل 13 هدف، وطبعا ده يعني في لعيبه قدرت دلوقتي توصل ان هي تنافس رونالدو وميسي وبقت تكون احسن منه في العالم السنه دي. نروح سريعا للبوندسليغا،
بنشوف ابرز المباريات. اوكسبورغ بيفوز على شالكا ب2-1، بروسيا دورتموند بيفوز على انتراخت فرانكفورت 4-0. طبعا في هذا الماتش بروسيا دورتموند اول هدف هنريك مختاريه، الاول استقبل هدف من طريق الكسندر مايا في الدقيقه 6، بعد كده قدر يعدل النتيجه بروسيا دورتموند عن طريق هنريك مختاريه واوباميانج وهوملز، وادر ناموس في الدقيقه 24 و 57 و 61 و 86، وضيع اوباميانج ضربه جزاء في الدقيقه 45. والماتش ده شهر قاد ميدوفيتش لاعب فرانكفورت في الدوري البافاري. نروح تران الترتيب البوندسليغا، في الصدارة بايرن ميونخ 43 نقطة، المركز الثاني بروسيا دورتموند 38 نقطة، هرتا برلين في المركز الثالث 29 نقطة، المركز الرابع فولفسبورغ ومنشن جلادباخ بنفس النقاط 26 نقطة. صدارة الهدافين الجابوني فيبر اوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند في الصدارة ب 18 هدف، المركز الثاني روبرت ليفاندوفسكي 15 هدف مهاجم البايرن، بعد كده في المركز الثالث اللاعب بايرن ميونخ توماس مولر ب 13 هدف، تشيتشاريتو هرنانديز 10 اهداف لاعب بايرن ليفركوزن، في المركز الخامس ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند ب8 اهداف. كان عندنا ماتش برضه في الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان وليون. باريس سان جيرمان قدر ان هو يفوز على ارضه 5 اهداف مقابل هدف. برضه يعني باريس سان جيرمان مكسر الدنيا في الدوري الفرنسي عن طريق نجومه، برضه قدر ان هو يتفوق ب5 اهداف مقابل هدف. الهدف الأول عن طريق زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 11، وبعد كده عزز تقدمه أوبييه في الدقيقة 14، وبعد كده قدر ليون إن هو 20 عن طريق جوردان فيرت، بعد كده التلات أهداف لباريس سان جيرمان عن طريق إدسون كافاني وإبراهيموفيتش ولوكاس مورا. نروح للدوري الإيطالي، وميلان بيتعادل إيجابيا 1-1 مع هيلاس فيرونا. تقدم يعني جولين كده في 5 دقايق، تقدم ميلان كارلوس باكا، وبعد كده قدر يتعادل لوكا توني لفيرونا زي الدوري بترتيب الدوري في الدقيقة 58، والمباراة دي شهدت اعتقد اكثر من 10 كروت صفراء وكارت احمر لديونج لاعب ميلان. اعتقد ان مستوى ميلان مستوى سيء السنة دي، مش قادر ان هو يكون في المنافسة ويرجع انجاز زي السنة اللي فاتت. مباراة تانية امبولي بيفوز على ضربة بثلاثية نظيفة. مباراة كيف فيرونا بيفوز بهدف نظيف على اتلانتا، وبعد كده مباراة ضرب الشمس بين نابولي وروما في ملعب السان باولو. المباراة الابرز في الكالشيو الاسبوع ده، نابولي بيبدأ لقائه بحراسة المرمى بيبرينا، هيساي، البيول، كولوبالي، فرانز غلام، في وسط الملعب ايرن وجورجينو وهامشيك، بثلاثي هجومي خوسيه ماريا كاليخون، لورينزو انسيني، وفي الهجوم هيجواين. عندنا روما تشيزني وفلورينزي ومانولاس روجر وديزني ودروسي ونايجولان وصلاح وجيكو وفالكي. طبعا كان فروما، انا هتكلم عن روما، كان مستوى سيء جدا، ما اعتقدش ان هو يستحق الفوز، كان بيلعب بطريقة يعني الفراخ حلق على الفراخ يعني. كان برضه يعني صلاح قدم مستوى سيء هو وفالكي وجيكو، طبعا بسبب مش بسبب هو صلاح كان بيلعب منقوص الدفعه البدنيه، ما كانش جاهز 100% للمباراه. هو المدرب برضه صراحه كده رودي جارسيا قال ان ما كانش في بديل غير ان انا العب محمد صلاح، لان ما فيش البديل ليه. يعني هو المفروض يلعب مكانه، لكن كان بيلعبه في جناح ايمن
كجناح أيسر ما كانش قادر إن هو يستحوذ على الكورة أو يفتح للباك إن هو يرفع الكورة أو كده. وبرضه كان اعتماد على جيكو مش يعني في ماتش دفاعي زي ده لروما، ما اعتقدش ان هو ممكن يفيد، خصوصا ان هو لاعب هيدر كويس بيقدر يستحوذ على كورته في منطقة الجزاء، يعني مهاجم منطقة لكن مش المهاجم اللي هيجري ويصنع الفرص. ده برضه حاجة غريبة من رودي جارسيا ان هو موظف فلورينزي باك يمين، يعني طبعا اللي قدر انتيني ان هو يخترق الجبهة أكثر من مرة ويشوط شوطين ويرفع كذا كورة عادية، كان ممكن يجي منهم أهداف لولا إن هيجوين ما كانش كويس إلى حد ما في المباراة دي. أعتقد إن هو بعد إصابة مايكون كان لازم يتصرف، خصوصا ما عندوش الباريس في المنطقة دي. وأعتقد إن فلورنزي رغم إن مستواه الهجومي كويس لكن كدفاعيا مش قوي بالدرجة إن هو يقدر إن هو يتحمل ماتش بقوة نابولي. نابولي بيبدأ لقائه بخطته الثابتة 4-3-3، بيعتمد على طبعا كسايف في الجانب الأيمن اللي قدم مباراة كبيرة جدا، قدر إن هو يصنع أكتر من فرصة في اللقاء وكان من أبرز لاعبي نابولي في المباراة. البيول قلب الدفاع اللي قدم مباراة يعتبر أحسن مباراة ليه في الدوري هذا الموسم، كل بالي كان ذلك، يعني الدفاع كان في حالة جيدة، دفاع نابولي فوز غلام برضه أعتقد إن هي مباراة يعني أقل من مستوى فوز غلام. عندنا في نص الملعب كان هو سر نجاح نابولي في المباراة، خاصة هذه المباراة. عندنا برضو يعني ألم الصفقة المنتجة حديثا للفريق، ألم قدم مستوى جيد اللي هو بيقوم بربط الدفاع مع الهجوم بمساندة ميريك هامشيك وجورجينو. بنروح لكاليفون، علامة استفهام مؤمن كاليفون، يعني علامة استفهام كبيرة كاليفون، مستوى سيء، مستوى مزري، ما قدمش أي حاجة في المباراة دي، يعني هي فرصة واحدة وما كانتش خطيرة أوي. عشان كده موريسيو ساري اللي هو مدرب نابولي سحب تاريخون ونزل ميرتنز اللي كان اخطر منه في قلب الملعب. بعد كده لورينزو إنسيني اللي قدم مباراة كبيرة وحقق اكتر من فرصة، وبس تشيزني ومانولاس مدافع روما كانوا مستوى كويس، يعني روما كان في المباراة دي ان هو بيلعب دفاع منطقة، وكانوا يعني أبرز حاجة في روما إن هو كان يعني الدفاع بتاعه متماسك، يعني نابولي كان بيهاجم، كان إنتيني قادر، روما كان بيلعب على الهجمة المرتدة، يعني ما شفناهوش قوي في الهجوم، بيلعب على الهجمة المرتدة، الاستحواذ كله كان لنابولي. هيجوين برضو جاله كذا فرصة بس ما قدرش ان هو يحقق اي هدف رغم ان هو هداف الدوري في اخر المباراة، اخر ربع ساعة اعتقد ان هو ساري سحب لورينزو إنسيني لحساب عمر القدوري اللي قدر يصنع فرصة خطيرة، وفرصة في الدقيقة 89 من خلال ان هو خلاص ان هو لو كانت الفرصة دي يعني قدر ان هو يعملها اللي هيجوين، بس ما اتفرجش على حاجة، يعني ما فيش هدف يعني محقق، والنتيجة 0-0 في النهاية. اعتقد ان هو التعادل بتاعهم الفوز جدا روما كانت نتيجة مرضية لسان باولو، طبعا صعب ان تكسب فيه قدام نابولي، واعتقد ان طبعا بطعم الهزيمة نابولي خصوصا ان هو لعب اداء جيد جدا وكان مستحوذ على الكورة وضغط جدا على فرقة روما، مفيش الاستحواذ كان لهم كبير جدا. طبعا الترتيب الكاتشو مع مراته دلوقتي، فنروح الأول سؤال كده المباراة، مباراة كبيرة برضه، مباراة يوفنتوس مع فيورنتينا.
في اليوفنتوس أرينا. اليوفنتوس قدر إن هو يكسب 3-1، الهدف الأول عن طريق جوزيب إليتش لفيورنتينا من ركلة جزاء. بعد كده في الدقيقة 7 قدر أخوان كوادرادو اللي هو يتعادل اليوفي. ماريو مانزوكيتش في الدقيقة 81 بيحرز الهدف الثاني، وفي الدقيقة 92 باولو ديبالا بيرفع رصيده لسبع أهداف وبيحقق الهدف الثالث ليوفنتوس في اللقاء. ينتهي اللقاء طبعا بفوز اليوفي 3-1، اللي هو قدر يقدر قدر يوصل لمركز الرابع، اربع نقط عن المتصدر انتر ميلان. يعني ماتشه متعب ونص. اليوفي بيقترب جدا من المقدمه المعهوده بالنسبه له. اعتقد ان الفرق اللي فوق دلعت يعني شويه، فممكن يرجع لمكانه الاصل في المقدمه. مش بعيده بابا، يعني هو دلوقتي 30 نقطه والانتر ميلان متصدر 36 نقطة، فرق 4 نقط. أعتقد إنها مش صعبة، يعني تعثر نابولي مع روما جه في مصلحة اليوفي، ويعني أعتقد إن اليوفنتوس هيقرب جدا للمركز الثاني ويعني والأول برضه، لأن انتر ميلان هو مرشح، هو على طول مرشح اليوفي، المرشح الأول للبطولة. بعد كده هو بدأ الموسم بمستوى سيء، بعد كده قدر ست مباريات فوز في الدوري لحد دلوقتي ورا بعض. يعني ما قدم مستوى جيد جدا. اعتقد ان الدوري الايطالي طبعا اقوى دوري خلينا في العالم من حيث المنافسه. هو الدوري الانجليزي البريمير ليج الكالتشيو ممتع جدا السنه دي غير اللي قبل كده. قادر يعني الفرق فيه مش قادر تحافظ على الصداره. انتر ميلان شارك حلو شويه، لكن اعتقد ان الدوري مش هيخلص غير في اخر اسبوع. نروح بعد كده لترتيب كالتشيو. عندنا في المركز الاول انتر ميلان 30 نقطه، فيورنتينا في المركز الثاني 32 نقطه، نابولي في المركز الثالث 32 نقطه، يوفنتوس في المركز الرابع 30 نقطة، وروما في المركز الخامس ب 29 نقطة. نروح لصدارة الهدافين. هيجوين بيتصدر هداف البطولة ب 14 هدف. بعد كده إيدر مارتينيز لاعب سامبدوريا في المركز الثاني ب 10 أهداف. نيكولا كليجيتش ب 9 أهداف لاعب فيورنتينا. يجي في المركز الرابع لورينزو إنسيني لاعب نابولي ب 7 أهداف. بعد كده في المركز الخامس ديبالا لاعب اليوفي، وكارلوس باكا لاعب الميلان، وميرلان بيانيتش لاعب روما، كل منهم بسبع اهداف. نروح سريعا كده لتشكيلة الاسبوع للدوري الاسباني. عندنا في لاعبين من فالنسيا، لاعبين من برشلونة. بنبدأ الأول بحراسة المرمى. حارس مرمى فالنسيا خيمي. بعد كده في الباك يمين لوبيز لاعب اسبانيول. شكوردن مصطفي لاعب فالنسيا في قلب الدفاع. وولترمان لاعب ريال بيتيس في قلب الدفاع. اسكوديرو لاعب اشبيليا باك شمال. بعد كده ليون ميسي في وسط الملعب بجوار زميله ايفان راكيتيتش. بنيجي على نوليتو لاعب سيلتا فيجو. ايضا روتشينا لاعب غرناطة، وانريتش لاعب ايبار في الهجوم. نروح للبوندسليجا في تشكيلة الاسبوع. معانا حارس المرمى بايرن ميونخ مانويل نوير، باك يمين فيليب لام، فيستر جارد في قلب الدفاع لاعب فردا بريمن، لاعب هيرتا برلين لانج كامب، وزميله ايضا بنت الهارت. في وسط الملعب روب لاعب شتوتغارت مع ارنولد لاعب فولتسبورغ، وجينتر لاعب شتوتغارت، كان هوجو لاعب باير ليفركوزن. باير ليفركوزن معاه 3 لعيبه في تشكيله الاسبوع، واعتقد ده
بسبب بانه بيقدم مستوى جيد عندنا في الهجوم، كابرينج وسافير هرنانديز، شيتشاريتو اللي مقدم اداء قوي جدا أداء ان هو يوصل لثالث الهدافين في الدوري بعد اوباميانج وروبرت ليفاندوفسكي، يعني 10 اهداف عشرة مع ليفركوزن في كل ماتش. اعتقد ان هو مهاجم جيد جدا، واعتقد ان هو بيوضع على الفرق اللي ما قدرتش ان هو متحافظ عليه زي مانشستر يونايتد وريال مدريد، واخد في التقييم الاسبوع ده 9.8 رقم كبير جدا، وكيبلينج زميله برضه مهاجم ليفركوزن واخد 10.10، يعني طب ان هم كسبوا خماسيه كسبوا الماتش، هم فرقه قويه جدا، واداء ان هم الهجوم بتاعهم قوي جدا، وبرضه منافسه بينافس على ترتيب الصدارات الترتيب بتاعه البوندسليجا بعد اوباميانج وروبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر، يعني الفرق بينهم بين متصدر القائمة هو من 18 أهداف. نروح آخر حاجة عندنا ترتيب البوندس ليجا، بايرن ميونخ في المركز الأول 43 نقطة، والمركز الثاني بروسيا دورتموند 38 نقطة، هرتا برلين في المركز الثالث 29 نقطة، بالتساوي في المركز الرابع فولفسبورغ مع بروسيا مونشن جلادباخ ب 26 نقطة. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكر كل اللي بيسمعونا، كان بشكر برضو حسام عزت في الإعداد، معانا ضيفي العزيز محمد علي في نورنا النهاردة، الموضوع جدا، وأتمنى إن أنتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي، حلقة دسمة مع كابتن مامادو، ونشوفكم على خير بإذن الله. نشوفكم يوم السبت القادم، سبت واثنين كل اسبوع على راديو شباب مصر برنامج وكورفا من 9 ل 10 يوم السبت ويوم الاثنين. بشكر كل المستمعين وتصبحوا على خير. والاثنين من كل اسبوع من الساعة 10 مساء على راديو شباب مصر.